تنسكن في حي الكره هاد المده كامله وانا ساكن هنايا. عندي جوج بنيات والمدام ديالي وانا، حنا اربعه ديال الناس تنسكن في هاد الحي هذا هاد المده كامله وانا تنسكن هنا. المهم سيدي المشكل اللي عندي انايا وهو ما عنديش باش نخلص هاد الشقه هادي. هاد الشقه تيعطيو ان الدوله كمجرد استفاده، وهاد الاستفاده هادي الا بغيتي تدخل لها وتسكن فيها خاصك تخلص 11 مليون، 9 مليون و80 زائد مليون ديال النوطيره زائد المكانه ديال المودو، كطلع لك القضيه ب 11 مليون. الا ما عندكش هاد 11 مليون كي ممكن يديروا معك كريدي، وإلا بغيتي يديروا معك كريدي كتخلص جوج المليون تسبيق ومليون ديال النوطير هي 3 المليون. هادشي تنقولوش لك عن فراغ، هادشي تنقول لك اللي في الوراق عاطينا هما. وبالنسبه لي انا فقير والحاله ديالي ضعيفه ما تنخدمش شي عمل قار، كنبيع ونشري في الجوطيه ديال الفراشه، مره نصور الغدا مره ما نصورش الوليدات، باش غنخلص هاد جوج المليون ولا ثلاثه وانا ما فحاليش، يلاه باش نعيش هاد الوليدات. إذا هذا نطلب من الله سبحانه وتعالى والناس اللي مكلفين بينا ومسؤولين علينا وصوتنا عليهم أو ما صوتناش عليهم، الناس اللي مكلفين بينا في هذه البلاد يديروا بوجه هاد الوليدات ويديروا بوجهنا حنا كبصفتنا مغاربة كنتميو لهذا الوطن، يحنوا علينا ويديروا لنا شي تويمين ديك 100 درهم الشهر وندخلوا للسكنة ديالنا، بحال كيما عاد محمد الخامس الله يرحمه ويوسع عليه كيما دار الناس 60 درهم بطيمة جمعاهم وحدنا باقي الان تيخلصوا 60 درهم على شمال هذوك الناس وحنا ماشي ناس. لهذا تنطلبوا من الله سبحانه وتعالى يشوفوا فينا بعين الرحمه، وانا فين تنسكن هذا هو المحل ديالي كما تشوفوا الان فين تنتواجد انا، انا فين تنسكن، ورا الله سبحانه وتعالى تيشهد على هذا الكلام اللي تنقول والحي كامل تيعرفني.